فلويد، ماذا سيكون مصير طفلته التي تيتمت؟ هذا ما حاولت روكسي واشنطن زوجة جورج فلويد شرحه خلال لقاء صحفي جرى قبل يومين ومعها طفلتها جيانا فلويد والتي تبلغ من العمر 6 سنوات. قالت روكسي الكثير، لنتابع معا ماذا قالت. At the end of the day, they get to go home and be with their families. Gianna does not have a father. He would never see her grow up, graduate. He would never walk her down the aisle. If it's a problem she's having and she needs her dad, she does not have that anymore. I'm here for my baby. And I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good. No matter what anybody thinks, he was good. And this is the proof that he was a good man. بالتأكيد نتمنى فعلا أن تتحقق العدالة مثل ما قالت روكسي. على هامش هذه المظاهرات رأينا ربما العديد من أعمال القمع التي قامت بها الشرطة الأمريكية، لكن بالمقابل كان هناك تصرفات مخالفة لما يجري، أفعال إنسانية وتضامن مع الجماهير عال قام به بعض عناصر الشرطة الأمريكية لتتجسد هذه التصرفات ويتم تشجيعهم من قبل المتظاهرين وغير المتظاهرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. هي بعض الصور اللي شفناها اليوم واللي كانت موجودة أيضا بكثرة على الفيسبوك وتويتر وكل أيضا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. رح نشوف كيف تفاعل العالم العربي مع هاي الصور وناخذ بعض التغريدات سويا. إيمان عياد الإعلامية في قناة الجزيرة قالت، وجه آخر للشرطة الأمريكية وإن قل لكنه يبعث بالأمل. شوف أيضا تغريدة أخرى، صقر قريش عم بيقول، هؤلاء شرطة أذكياء لأنهم يعرفون أنهم من الشعب ولحمايته مش لقتله. أيضا نشوف تعليق آخر، جميل عم بيقول، فقط لأجل امتصاص موجة الغضب، ربما جميل يتوقع أنها فقط حركات تمثيلية. بذات السياق، كيف تفاعل السوريون مع ما يحصل بالشارع الأمريكي وكيف أدخلوا روح الدعابة بهذا الموضوع؟ نتابع مع هذا الفيديو. أنا طلعت أوجه رسالة لها العجوانة القائمة مظاهرات بأمريكية، دعجوا علي. أنا بالنسبة ما تفرق معي، حتى الدولارات اللي عندي قلبت سوري لأنه عارف راح يصير بالقاع، شغلة مي مزبوطة خالص. جاكسون محمد ومايكل الحمدان وقت مسوين كتيبة ومسمينها حرار واشنطن وقاطعين الطريق عالقين دولي على أساس يبوي دهجوا عليها، وعادين وارين شعب التجنيد في فلوريدا علشان إيش؟ أنا حتى شفت حجيهم حج هنري وقال خيو الأمر عندي وأنا خيو ضب الولد، فيا أبوي لا تسوون الأبكة زين بلايميل عجيان يعني بساحة فلوريدا، يعني نظل الوضع جنان سنة سنتين تلقوني بمخيم لاس فيغاس قاعد أستلم مرتديلة ومعونة وأدور مهرب يطلعني على واشنطن. يا أبوي لا تلبكون بل يرضى عليكم، ترى أمريكا مو ناقصة بلاوي. نور اكيد عندك الوضع مش ناقصها بلاوي ابدا، الوضع مش ضباط عقولته. على فكره اسيا ونور، اليوم ومبارح حقيقه صفحات السوريين ما خلت من المسخره على الفيديوهات اللي عم تصير والمقارنات، وفي قصص عن جد بتضحك، يعني في ابداع عم بيكون بالكوميديا اللي عم يعملوها، ولو انه اكيد نحن عم نحكي فقط على جانب واحد اللي هو الحركات اللي عم تصير والمظاهرات، اكيد ما عم نحكي على حادثه رفات لانه هي اكيد المتهم وصاروا يقارنوا كثير فيها وبين الشيء اللي عم بيصير بجيشنا، يعني واللي عملوا جيش النظام الأسد مع الناس الموجودين بسوريا، فكانت هي المقارنات المؤلمة. إلى جانبها كان في هاي الشيء اللي روح الدعابة حبيت اليوم أشارككم.